السلام عليكم حبيباتي ولي، لاباس عليكم؟ جيسبر تكونوا بخير وعلى خير. الله يدخل علينا سيدي رمضان بصحيحه ورهنا وراحه البال، حنا وياكم الحبيبات ديالي. نصومو ونعاودو الجميع بصحيحه والهنا وراحه البال الحبيبات ديالي. غادي ندير معاكم واحد الطويجين سبيسيالمون رمضان، لا قلنا في رمضان ان شاء الله. سمحوا لي على الصوت وعلى الصداع وداك الشيء، حيت الحاجه ساكنه، جيت ساكنه حدا في الطريق في الشارع، ايوا تسمع الصوت والناس مع لي ريستوران عندهم من تحت وداك الشيء كلشي تيتسمع. اليوم غادي ندير معكم واحد الطويجين ديال الكفته، تعلق في الصيام، ديروه في السحور، ديروه في الفطور، ديروه باش ما بغيتو، ديروه فوق ما بغيتو، المهم داك الشيء تيكون ناشف وخفيف. وهادي يلا الحبيبات ديالي، هانتوما معايا باش غنبدا هاد الطويجين ان شاء الله. ها هي البصيله الخضاريه، بصله جديده اللي بغى يبروفيتي فيها يشريها ويضرب كاع، هادي فريش مع الحاجه حداها السويقه فنا ومقطعه الثومه. ها هي جوج رويصه ديال الثومه مقطعه مطريفات ما حكيتهمش، شي زوينه. قزبور ما درتش المعدنوس ديال القزبور، مطيشه ديال طماط صغير، ولكن الا بغيتو ديرو مطيشه اخرى ديروها. الكفيته هنايا ها هي حربلتها، فيها العطريه وفيها كلشي، ما درتش فيها غير البصله والربع، ما العطريه كلها درتها فيها. درت بطيطا واحد جوج بطيطات قطعتهم رقيق وقين بحال داكشي ديال بحال الفريت باش يطيبو يجيو عطاو البنه. هنا العطريه كاينه مليحه، سكنجبير، خرقوم، شويه الابزار، شويه السودانيه مطحونه، وشويه القرفه. القرفه تتعطي واحد الذوق زوين لهاد الطويجين، حتى اللي ما موالفش يدير القرفه تجي زوينه مع الكفته تتواتيها. وزويته العود تتعطي مذاق زوين الحبيبات ديالي. ويلا ومعايا نصبو الطويجين سبيسيالمون رمضان، يلا البنات. ولا طويجين الحاجه سبيسيال، طويجين حاجه نديرو فيه زويتات العود. طويجين ساهل تيجي زوين حتى لدغني موما توجدو هادي، وسورتو اللي عندو شي، انا عندي وليد واحد تياكل، الا ما كانش طويجين فيه اي حاجه ما عندوش مع الفطور، الا ما كانش بحال هكا. درت زويتات العود وغنزيد عليها توت سويت البصيله الضاريه مع البصيله، غنخليها تقلى شي شويه. عاد احنا يا معا هلا نعطيها تقلات، باش تجي تاهلا الصوت تجي بنينة ملي تبقى تتبسلا تقلى. هنا ندير هاد المطيشة، ندير فيها الربع، ندير واحد المعلقة ديال كونسونطخي، نخلي هادي تقلى شويه ثاني عاد نولي نزيد عليها داكشي لاخر. هانتوما معايا دابا دي طوماط صغير والبصله الخضريه تتجي زوينه. هادي مع شي بطيطات مع شي قبيز مع مخمرات تاكلوها هكا ساندويتش، تتجي مبكله ناشفه في رمضان. المهم غادي هذا رمضان ان شاء الله غندير معكم كاع دوك الوصفات الخفاف ديال رمضان اللي تيجيو للفطور، وكاين اللي تياكل السحور اللي تيبغى ياكل في السحور. المهم المهم اللي درتها وجدتها غنوجدها معاكم داكشي اللي تيبغي وليداتي. غادي نمرقو شويه، نزيدو شويه الما
الطماطيشة اللي درت خسرت. ندير العطريه بطاطا بطاطا اللي ما بغاش يديرها فريت يديرها هكا، اللي ما بغاش يدير بطاطا بالطويجين ما يديرهاش. طارقي وقبل دقيقه تطيب مزيان، قرب الفطور تديروها الطويجين تجي لذيد وزوين. نزيد شويه ديال المرقه باش ما نعاودش نزيد حيت غادي ينشف الطويجين، ابخي غتخلوه يتقلب حتى ينشف. دابا انتم معايا هادي ندير ديك الكفيته من الفوق صافي. الكفيته ديال الحوت ديال المغلا، انا تنبغي التقتاريه ديال المغلا ديال السردين ما متبقاش معايا، انا ما عنديش مع السردين في الطاجين، تنبغيه مشوي. اللي تيبغي السردين يديروه هكا في هاد الكويرات بحال هكا، البطاطا من الفوق يدير الكفيته هكا، صدقوني تيجي زوينه الطويجين ديال تحط في الفطور. تيبغيو شي حاجه سخونه، دابا ما بقاش دير العشاء دير السحور دير هادي، انا ما تنديرش السحور، السحور اللي بغى شي حاجه تياكلها تياخذو دانون ولا جبن ولا هادي، المهم تندير هذا اللي بقى له شي حاجه تيمشي ياكلها. باش ندير الطاجين ندير هادي تنحط كلشي في الفطور، تنديرش العشاء، تندير هادشي كل تندير هادشي باش شويه الربع فوالا. ها هو الطويجين الكفيته كيجي زوين البنات، جربوه عطوني الخبر. فوالا دابا غندير الفليفله تقلى تقلى كما قليتها، وحنا انا معاكم الطاجين هو تيتقلى هو تيغلي شوية شوية، غادي نبقى نخوي عليه شوية لاصوص مهلو عليه العافية، عندك وتخلو العافية في الجهدة. أنا رميت الطنجرة تيتقلى هاد الطريقة تاهي زوينة، غادي نوريكم طريقة أخرين ديال الطنجرة في رمضان.
نوريكم على غادي يتسكن في رمضان ان شاء الله يا رب. هيا الفليفله قليتها من بعد غادي نقيها. المطيشة انا قطعتها باش غادي نقليها حتى هي من بعد وانتم غتشوفوا معايا. بقاو تسقيو الكفيته، الكفيته مدرتلهاش غير الربيع و هدا و البصله، شتي كتسقيوها كتشد راسها، حتى بالبطاطا و نشفو المريقة إلا مبغيتوش المراقي. تحسو بالبطاطا طابت أما مازال شوية وطفيو عليها ان شاء الله. عرفتي دايره على داك شويه القرفه تعطات واحد لوكون، واحد لوكون زوين. حنا ما تنديروش قريفه فيها، لانو بنان تيديرو فيها قريفه عرفتي تعطي واحد لوكون سبيسيال. دابا نخليها مغطيه بما طابت لي البطاطا وعاد نعري عليها ونشفها ان شاء الله. هلا ندير هاديك السويصه، عاد نزيد عليها الطوماط كونسونطخي، نديرها بزيت العود هادي. نخلط هادي بشوية الما باش نديرها على هاد المطيشة هادي. نخليها باش ندير لكم صوص طوماط نخلط هادي هنا باش ندير على هاديك صوص طوماط. هلا نصوص هاد المطيشة الصغير قليتها مزيان على حتى تنجي هادي محلولة. دابا أنا غنزيد عليها هاديك لاصوص لي وريتكم، فوالا هاهي بدات تتقلى لاصوص طوماط. دابا غديرو لها شوية البزار، شوية البزار، شوية ديال الملحة، هيا زلاتها في الطريق شوية، ندير شوية ديال الحار، باش تعطي البنة، هيا البنات، هيا، شتي شغندير؟ غندير واحد الكريتة لي مكايناش. هاد ماتي كنقطقط ليها ما غندير لي غادي تزين هاد هاد لاصوص هادي. غندير القرفة هانتوما كتجي بحال كتشد، ما نقويش فيها بزاف، غندير شي شوية فوالا. غنخليها تقلى، إوا صافي فوالا. الحبيبات ديالي غنطفي على هاديك لاصوص فوالا، غنجيبها هنا وغادي نخويها. على واحد لاصوص شات، ها هو لو بلا ديالنا اللي غادي نكومباني بهاد الكفيته. شفتو ان صوص طوماط، ها هي مع الباذنجان اللي قليت. كاين بليزيوغ فاصون ديال التصوات ديال هادي، والفليفله والمطيشه اللي قليت ودرت عليها القريفه تتجي واعره بحال كاتشب.
والفريت تنديرو نفوق الفريت وتغمسوها في هاد لاصوص تجي زوينه. فوالا ولا لا عندكم لا طوماط فريش يا با ميو، طوماط فريش تحكوها وطيبوها تقليوها تقليوها بزيت العود، عاد ديروا لها العطريه وديروا لها شويه ديال العسل الا كانت شي عسل زوينه، ولا كان ولا ديروا لها شويه ديال السكر معلقه السكر. دابا فوالا الحباب ديالي الا عجبكم هاد الطريقه ديالي ديال شيوه تاع رمضان، ديروا لي لايك وتابوناو عندي. وهاد الطويجين ها هو طاب، دابا انا نطفي عليه ها هو مقلي. هادي ما حرش رمضان ما تخصناش المراقي، انا غنطفي عليه دابا. دابا فوالا ديروا هاد الطبقات هادو راهم قدام عندنا طويجنات مغربيين، هاد الشويضه سخونه هادي زوينه وزيد عليها الطويجين. نتمنى تجربوه وعطيونا الخبار. صحتكم وراحتكم، الله يدخل علينا رمضان بالخير وان شاء الله بالهنا والصحيحه وراحه البال والصلاه. صليو نصليو نصليو ايوا ايوا ونشوفو احبابنا ونجمعو مع احبابنا ونصومو مع احبابنا ايوا وتنبوسكم بزاف. السلام عليكم.